إلى عسقلان، وينضم إلينا مراسلنا فراس لطفي. فراس، ما هو الجديد لديك؟ يبدو أن هناك تطورات، تفضل فراس. يعني الآن دوت صافرات الإنذار هنا في عسقلان، واضح بأن المدينة تعرضت لرشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه جنوب عسقلان، هكذا يعني جاءت الإنذارات هنا، حيث سقط بعض الصواريخ كما استمعنا، وأسقط بعضها من القبة الحديدية المعترضة لهذه الصواريخ. يعني رغم أن صافرات الإنذار لم تدوي من صباح هذا اليوم تقريبا أو قبل ظهر هذا اليوم، حتى الآن لم تدوي صافرات الإنذار في عسقلان، وعادت الصواريخ لتنطلق مرة أخرى إلى هذه المدينة، ولكن أيضا صافرات الإنذار لم تتوقف طوال هذا اليوم. رشقات صاروخية ثقيلة تقدر بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محيط قطاع غزة. بعض هذه الصواريخ أفلت من القبة الحديدية وأصاب مبان بشكل مباشر، وبعضها الآخر أصاب مركبات وأحدث أضرار في بنى تحتية. لربما التطور اللافت اليوم كارولينا كان إطلاق الصاروخ بعيد المدى، عياش 250 والذي يقدر مداه ما بين 200 إلى 250 كيلومتر، وصل إلى منطقة صفد حيث أسقط بفعل مقلاع داود، وهذه المنظومة المعترضة للصواريخ التي طورت إسرائيليا. في عسقلان أيضا كان هناك إصابات مباشرة صباحا من جراء صواريخ، وشاهدنا سحب الدخان تتصاعد، لم يبلغ عن وقوع إصابات. وفي المقابل التعزيزات العسكرية الإسرائيلية لا تزال يعني على أشدها بالذخائر وبالدبابات والمدفعية والجنود، وبالمقابل الجيش الإسرائيلي الذي حذر سكان شمالي قطاع غزة بضرورة النزوح لا يزال يراقب الوضع هناك، وواضح بأن هذه خطوة من ضمن الخطوات التي وضعها في خطته الاستراتيجية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وهي الدخول إلى داخل عمق قطاع غزة. تطور لافت آخر لربما، قبل قليل كان هناك بيان للجيش الإسرائيلي تحدث فيه عن توغل قوة عسكرية إسرائيلية داخل أراضي قطاع غزة لانتشال جثمان إسرائيلية قتلت أثناء انسحاب مقاتلي حماس إلى داخل قطاع غزة. قالوا بأن تمت العملية من دون أن يكون هناك أي خسائر، وهذا لافت جدا بأن تدخل هذه القوات الراجلة إلى داخل وعمق قطاع غزة، طبعا بغطاء جوي مكثف كما قال البيان. هناك أيضا عمليات انتشال جثامين والبحث عن جثامين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وإيجاد بعضها اليوم يعني بأن أعداد القتلى في ارتفاع في الجانب الإسرائيلي، إلى جانب الإعلان عن أسماء جديدة لجنود قتلوا في المعركة. والآن يعني زاد العدد عن 250 جندي، وهناك تم تبليغ 120 من أهالي أو ذوي المختطفين لدى القسام داخل قطاع غزة، وهؤلاء تم رسميا الإعلان أنهم بيد القسام وبيد حركة حماس داخل قطاع غزة. فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا كارولينا، فهمنا بأن هناك اتصالات، ولكن هذه الاتصالات تقطع مع حركة حماس، اتصالات من مصر، من قطر، من دول أخرى، من الأمم المتحدة، حتى أعضاء كنيسة عرب كأيمن عودة مثلا حاول الاتصال لإطلاق سراح كبار السن لربما والأطفال، ولكن حركة حماس كانت ترد بأن طالما غزة تحت النار لن يكون هناك أي حديث عن رهائن أو أي حديث عن إطلاق سراح أو خطوة إنسانية. الأمر التطور اللافت الآخر ولربما هذا الأهم هو تجديد الحصار على قطاع غزة مع استمرار قطع الكهرباء والماء. وزير الاتصالات الإسرائيلي قال بأنه يوم غد عند الساعة 12 سيتم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل، ويعني هذا أن القطاع سيكون معزولا تماما عن العالم الخارجي وعن أيضا العالم الافتراضي. هذا التصريح جاء من وزير الاتصالات الإسرائيلي مع استمرار طبعا القصف على قطاع غزة في أكثر من محور وأكثر من مكان،
نسمع بين الحين والآخر أصوات الانفجارات القوية التي تهز حتى المكان الذي يبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة الذي نتواجد فيه هنا. نسمع أصوات الانفجارات بشكل جلي، لم تتوقف هذه الانفجارات ولم يتوقف سيل الدماء في قطاع غزة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية الأعداد في ارتفاع مضطرد، النزوح كبير والجرحى بالآلاف. شكرا جزيلا لك على نقل الصورة من عسقلان مراسلنا فراس لطفي. شكرا جزيلا. وننوه بأنه بحسب مراسلنا الجيش الإسرائيلي يقر بدخول قوات إسرائيلية إلى قطاع غزة بحثا عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.